السلام عليكم عليكم السلام ازيك يا كريم يعني انتوا الاربعه بس <applause> طيب اوكي هو انا بالنسبه لكم محتار في حاجه بصراحه يعني انا طبعا المجموعه الجروب 1 اوكي بديهم المحاضره وبعمل لهم انوتيشن وب اوكي ممكن انزلها كمان انوتيتد على ال... على الماس هل احنا نحتفظ بالانوتيشن ده يعني الكلام اللي مكتوب ده ولا نديليت الكلام ده ونكتب احنا تاني بس ده هيبان في الـ في الايه في الـ بس مش هيبان الليكتشر اللي حطه بتاعت جروب 1 ولا نحتفظ بيه ونشتغل عليه اوكي نجرب كده آه، احنا طبعا المحاضرة الاسبوع اللي فات كنا عملنا اوكي اتكلمنا بس كده انتروداكشن عرفنا فيها ايه الكورس بتاعنا الديسكريبشن بتاعه الريفرنس الجريدنج بوليسي اوكي آه، وعرفنا كده ايه الالكترونيك تراكس الالكترونكس اندستري في الزمان ودلوقتي اوكي وايه المستقبل وخصوصا فور ايه؟ ميكاترونكس. احنا قلنا اول مفروض بارت هنبتدي فيه نشتغل فيه اللي هو الفاندمنتالز اوف سيمي كوندكتورز. ليه؟ لان السيمي كوندكتورز ديت هي دي الالكترونيك ماتيريالز اللي احنا ايه؟ اللي تمنا زي ما احنا قلنا. فالسيمي كوندكتورز احنا بنقسمها اوكي لنوعين ايه هما؟ الاليمنتس او elemental سيمي كوندكتورز ودي مينلي اللي موجوده في الجروب 4. دي اللي موجودة في إيه؟ في جروب 4 in the periodic table. أوكي؟ يبقى لو إحنا بصينا إيه؟ جروب 4 بيبقى تحت جروب 4 إيه بقى؟ إنتوا شايفين إيه؟ mainly بيبقى السيليكون، السيليكون اللي إحنا بن إيه؟ بن extract it from the إيه؟ from the sand. والجرمانيوم. دول هم أساس السيمي كوندكتورز. وبعض الكيسز أو حالات اللي هي طبعًا معروف لو انا اخدت مثلا سيليكون كا اكزامبل الاتومك نمبر بتاعه كام 14 ال 14 دول بنقسمهم على الشيلز 2 8 4 فال2 و8 دي دي فيلد شيلز خلاص مش هتدخل في اي رياكشنز انما ال4 دول دول اللي يهمونا اللي احنا حتى بنسمي ال4 دول ايه بنسميهم ايه حد عارف ال4 الكترونز اللي بتوعها موجوده في الاوتر شيل لاي لاي اتوم بيبو اكتف اكتف لا ليهم اسم كده الالكترونز دي ليها اسم فيلانس فيلانس الكترونز اه فيلانس الكترونز وطبعا الاتوم نيوترال يعني ايه نيوترال يعني ال14 الكترون دول نيوترالايزد بايه ب14 اوكي بروتون موجودين في الايه نيوكليس اوف ذا اتوم وفي عندي كمان 14 ايه نيوترون في عندي 14 نيوترون طبعا ده نيوترال وبروتون اوكي بوزيتيف ال 14 الكترونز اللي هم النيجاتيف وعشان كده الاتوم نيوترال اوكي طيب السيليكون تقريبا 98% من السيمي كوندكتور ديفايسز بتبقى فابريكيتد من السيليكون اللي بنعمل منها ايه بقى زي ما احنا قلنا في الـ, في الـ بتاعنا المره اللي فاتت الانتجريتد سيركتس زي المايكرو بروسيسورز الميموري اللي طبعا موجوده في كل حاجه في توب في الاوتوموتيف ابلكيشنز لابيونكس كل حاجه بتبقى فيها بروسيسور ميموري دي تقريبا معموله من ايه من السيليكون طب في نوع تاني من السيمي كوندكتورز يهمنا اه كومباوند الكومباوند دي عباره عن تو elements اور مور يعني ممكن اتنين تلاته اربعه اتنين طب اتنين منين؟ قال ممكن اتنين من جروب 4 نفسهم يعني اهم حاجه ان يكون الافريج بتاع الاتنين ضرب اربعه ما هو في التو elements كل واحد اربعه على اتنين يبقى اربعه زي مين؟ زي السيليكون والكربون سيليكون كاربايد ده كومباوند سيمي كوندكتور بيستخدموه في الايه؟ في الباور ابلكيشنز اللي هي تحتاج فولتج عالي وكارنت عالي. السيليكون جيرمانيوم اوكي؟ او اليمنت من جروب 3 وجروب 5 زي ما قدامكم كده في الجزء ده من البريودك تيبل يعني اليمنت من جروب 3 وجروب 5 اشهرهم مين بقى الجاليوم ارزنايد جي اي اي اس جاليوم اهو وارزنيك اهو اوكي طيب ايه الابلكيشنز بتاعت الكومباوند مينلي هم بيمثلوا ال 2% الباقيين بس بنستخدمهم في الديفايسز الالكترونيك ديفايسز اللي هي مسؤوله ان هي تيميت لايت light زي لايت اميتنج دايتس اللايت اميتنج دايتس اختصارها ايه يا جماعه ليد اللايت اميتنج دايتس اللي هي مين اللي هي ليد لايت اميتنج دايتس دي بتيميت لايت طب الاسم ده بنشوفه فين كتير دلوقتي التلفزيونز كلها صح التلفزيونز كلها الايه الديسبلايز بتاعتها ليد الايه الحاجات اللي اللامبس بتاعت اللايت كلها ليد فاللايت اميتنج دايودز ديت بيمر فيها كارنت تيميت ايه لايت او الليزر دايت اللي هي بتيميت بقى ليزر او المايكرويف كومبوننتس الحاجات دي بتمثل 2% من الماركت مينلي بتبقى معموله من الايه بيسموها كده تريبل, تريبل اي تريبل اي في كومباوند تريبل اي اللي هم ثلاثه يعني جروب 3 في جروب 5 كومباوند اي في كومباوند او جروب 3 وجروب 5 اي كومباوند بيبقى ليهم نفس البيهيفير بتاع السيليكون بس افضل في الابلكيشنز دي ليه افضل؟ لان في الابلكيشنز ديت الكومباوندز دي, دي بتاميت لايت وزاوت هيت من غير حراره وده كويس انا عندي التلفزيون فيه ليتس كتيره جدا فلو كل واحد طلع شويه حراره هتلاقي التلفزيون بتاعك سخن جدا انما اللي بي لو انا عملت الاتس دي من السيليكون لا بتميت لايت اه طبعا بس بلس هيت حراره ودي حاجه مش عايزينها في الابلكيشنز دي اوكي فدول اللي هنبتدي نتكلم عنهم في الايه واحنا شغالين آه اللي هي ممكن تكون ومن ومين الديفولت بتاعنا حتى هيبقى الاليمنتال من اللي, اللي هو السيليكون يعني طبعا برضو الماتيريالز دي ازاي إيه؟ عباره عن ار سوليد ماتيريالز طالما سوليد يبقى اكيد في نوع من انواع البوندنج او الروابط اللي موجوده بين ايه يا جماعه بين الاتومز دي ما ايه اللي يخلي الماتيريال سوليد يعني ايه سوليد يعني الاتومز قريبه من بعض قريبه من بعض ازاي ايه اللي حصل عشان تبقى قريبه من بعض يبقى في روابط في بونس موجوده اوكي دي خدتوها انتوا انا عارف ايه انواع البونس يا جماعه بسالكم انتوا بقى ايه انواع البونس مين اللي هيقول؟ ايه ايونيك كوفيلنت وماتريك اه تتوطي شويه طب تعرف تقول لنا بقى الفرق بينهم ايه؟ تمام ايونيك دي اللي هي البيزك خالص اللي هو بتلوز الكترون الثانيه بتجين فبيبقوا مع بعض اه الايونيك آه. دي بتبقى بين ميتال اليمنتس ونون ميتال اليمنتس يعني ما زي مين زي الNA إيه؟ اذا ميتال اليمنت اوكي والCL اذا نون ميتال اليمنت الNA إيه؟ الأتوميك نمبر بتاعه زي ما موجود قدامكم 11 11 معنى كده ان في الاوتر شيل في عندي كام الكترون وهم 2 8 1 يبقى في 1 بس فالميتال اليمنتس بتتميز ايه بايه ان الـ الاوتر شيل بتاعها بيبقى فيها ايه الكترون واحد او بكثير 2 فالاسهل عشان توصل لصوره الانرد جاز يعني ايه يعني كل الشيلز بتاعتها مليانه انها تلوز فعلا اوكي الالكترون ده ويبقى كده التو شيلز بتوعها مليانين طيب والسي ال ده بيبقى عندي 17 ده الاتوميك نمبر بتاعه في 2 تمانية سبعة يبقى عندي ايه بقى في الاوتر شيل في عندي كم الكترون سبعة فطبعا ده صعب ان هو يلوز السبع الكترونز عشان يوصل لصوره الانرد جاز انما الاسهل ان هو ايه اكسبت عشان كده ال ان اي والسي ال ال لوز الكترون بيروح لمين بتاخده السي ال فالسي ال بتوصل ل 18 وال ان بيبقى كده 10 وفي الحاله ديت بايه بيبقى ال ان اي لبوزيتيف ايون والسي ال بيتحول ايه يا جماعه لنيجاتيف ايون ويبتدي يبقى بينهم ايه بقى الكتروستاتيك فورس اللي هي الكولوم فورس وتتكون الايه البوند دي اللي بنسميها ايونيك بوند طبعا واضح ان في الايونيك بوند انا ما عنديش فري كارير ما فيش فري الكترونز انا عندي الالكترون اوكي اللي طلع من ان ايه من الصوديوم راح للايه للكلورين سي ال وكونه صوديوم كلورايد فالكوندكتيفيتي هنا نقدر نقول ان هي بكام زيرو يعني ايه كوندكتيفيتي اللي هي الابيليتي تو كوندكت لو انت حطيت فولتج هل هيبقى فيه كارنت لا ليه؟ لان الكارنت ده عباره عن موشن حركه للايه؟ للكاريرز الالكترونز، طب الالكترونز هنا هو في الكترونز؟ لا ما فيش، يبقى بزيرو. انا قصدي على الالكترونز هنا الفري الكترونز، هل في الكترونز مش مرتبطه مش م... اوكي بالاتوم تقدر تتحرك؟ لا. رقم اثنين مش هنتكلم عن الكوفيلنت، هنتكلم عن الميتاليك بوند. اوكي، حد تاني يقدر يقول لنا ايه الميتاليك بوند؟ مين فيديو يا اوكي الميتاليك بوند الميتاليك بوند بتبقى عباره عن ميتال اليمنت ايه الميتال اليمنتس ديت الميتال اليمنتس اوكي زي زي ما احنا قلنا كده الصوديوم ممكن الكابر الالومنيوم دي بتميز بايه ان في الاوتر شيل بيبقى فيه عندي الكترون زي ما اتكلمنا كده في الصوديوم فالالكترون ده اوكي وحتى الالكترون ده ارتباطه ضعيف يعني ايه يعني في الروم تمبريتشر عندنا عن 300 كلفن الثيرمال انرجي الموجوده دي كافيه انها تخلي الالكترون ده فري عشان كده لو انا عندي ميتال اليمنتس كتير اوكي او مثل اتو اللي هي الاتومز يعني كتير اللي بيحصل ان كل واحده بتلوز الكترون فكاني بالظبط كده عندي سي اوف الكترونز السي اوف الكترونز الكتيره قوي دي موجوده فين؟ موجوده اوكي بين ما خلاص الاتوم اتحولت كده لما بتلوز الالكترون بتحول لبوزيتيف ايون فعندي كده ايه؟ عندي سي لو عملت كده اوكي سي اوف الكترونز موجوده وين دي بوز طبعا يعني حاجه بالشكل ده كده فواضح الايه فواضح ان عندنا الالكترونز دي بتبقى نيجاتيف والاتوم خلاص اتحولت كده لبوزيتيف ايون صح ولا ايه يا جماعه؟ اوكي اتحولت لبوزيتيف ايون فعلى طول بيبقى في عندي كده كولوم فورسز بين بين ايه بين البوزيتيف ايونز وبين الايه وبين الالكترونز وهكذا. اوكي؟ طيب الالكترونز دي خلي بالكو هو خلاص كل اتوم بتلوز الكترون اللي هو الفيلنس الكترون بتاعها. فلو انا حطيت اي فولتج على الماتيريال دي الالكترونز دي بتبقى فري، الالكترونز دي يا جماعه ايه؟ دي فري. يعني ايه فري؟ يعني تقدر تتحرك لو انت حطيت فولتج اوكي أكروس الايه؟ الماتيريال دي. وده السبب ان احنا بنستخدم الماتيريالز دي في اسلاك التوصيل الكهربائي يعني مثلا لو انا عايز اعمل اوكي احط اسلاك اه توصيل عندي بستخدمها من الايه من النوع ده من انواع الماتيريالز زي الكابر زي الالومنيوم انصوع واضح يبقى دي الميتاليك ايه بوندنج ماتيريالز بس واضح ان الاي نوع الاولاني الايوني اوكي او الميتاليك الاثنين دول ما بيتكلموش عن السيمي كوندكتورز ماتيريالز السيمي كوندكتورز بقى لا مختلفه في البيهيفير بتاعها السيمي كوندكتورز زي ما احنا اتفقنا بيبقى عندي 14 عندي ايه 14 الكترون موجودين بس اللي يهمنا هم الاربعه الفيلنس الكترونز وده السبب بصوا هنا ده السبب ان انا بروح مكنسل ال10 الكترونز الموجودين هنا دول 2 و8 دول ما لهمش اوكي ما بيدخلوش في اي رياكشنز عشان كده انا ممكن اعمل ريبريزنتيشن للسيليكون اتوم اقول بدل ما هي بوزيتيف 14 كده و 14 الكترون لا ممكن اقول ان هي ايكويفالنت كده بصوا بوزيتيف 4 الكور بتاعها بوزيتيف 4 وحواليها 4 الكترونز بس صح ولا غلط يا جماعه كده صح ولا غلط كده صح ولا غلط؟ اه كاني كنسلت ال10 الكترونز دول قدام مين؟ 10 بروتون و10 نيوترون فبقت طبعا ولازم الاتوم تبقى نيوترال طبعا فعشان كده انا قلت بوزيتيف 4 نيوتراليزد 4 الكترونز. طيب ال4 الكترونز دول اللي يهمونا هل دول سهل ان الاتوم اوكي تو ذيم؟ لا طب تاكسبت اربعه وصعب امال بتعمل ايه؟ بتعمل شيرنج بتساهم بالاربعه دول مع اربعه نيبرز مع اربعه مجاورين ليها سيليكون اتومز اوكي وتبتدي تكون بونز اسمها كوفيلنت بونز يبقى على طول الاتوم بتاعتنا اهي حواليها اربعه الكترون الاحمر فبتشارك اربعه حواليها كل واحده بتشارك بالكترون يبقى اللي حمر الاتوم دي شايفه كام؟ ثمانيه خلاص يبقى كده وصلت الصوره اللي اسمها الايه؟ الانرت جاز وكده وصلت لصوره الاستقرار. طبعا واضح كده وطبعا الاستراكشر ده بريوديك بيتكرر في 3 دايمينشنز اللي هو في الاخر بيوصل للصوره اللي هنتكلم عنها اللي هو الكريستالين كانها بقى ايه اتوم في الصفوف واعمده وراء بعض كده فدي بنسميها كريستالز او كريستالين ستراكشر. الالكترونز اللي موجوده في الاستراكشر ده كلها باوند الكترونز مش فري. لو انا فرضت ان انا ما فيش اي انرجي خالص، يعني لو انا عندي زيرو كيلفن، كل الالكترونز دي تبقى باوند الكترونز. انما الطبيعي ان انا مش عند زيرو كيلفن، صح؟ انا عندي some thermal energy، فبتخلي بعض البونز تبقى بروكن، وبتخلي الالكترونز ايه؟ فري، بعضها فري، وبالتالي الماتيريالز دي كوندكتيفيتي بتاعتها مش عالية أوي، تبقى بور. بس مش انسليتر لان فيها بعض الالكترونز الفري عند الايه الروم تمبرتشر فعشان كده بنقول ان الماتيريالز دي هي دي السيمي كوندكتورز يبقى السيمي كوندكتورز دي كان نوع البوندز فيها اسمها كوفيلنت بوند بوندنج اوكي بتبقى بتوين الايونيك والايه والميتاليك لغايه دلوقتي حد ليه سؤال تمام النقطة الثانية بقى طب هو الاتومز دي بتترتب ازاي في solid material. قال ممكن solid material ديت ممكن ما فيش periodic structure يعني بيبقى distribution random كده فبنسميها amorphous materials او amorphous state materials. او الاقي كل شوية منهم كل شوية منهم اوكي ليهم ترتيب معين الشويه دول مع بعض بيسموهم جرين يعني تلاقي الجرين ده ليه ترتين اورينتيشن الجرين ده بيكون من ستة الكترون اوكي ستة اتوم سوري ستة اتوم ليه, ليه اتجاه معين اللي تحت ده ليه اتجاه تالت اند سو انما مش كلهم نفس الايه مش كلهم ورا بعض وشويه ما لهمش ايه ما لهمش ترتيب خالص فدي بيسموها بولي كريستالاين بولي ايه كريستالاين اوكي حتى ساعات يقولوا ايه هي Periodic بس فور short range اوردر يعني ايه يعني المسافات صغيره تلاقي حتت منها Periodic كانها كريستالاين يعني كانها كريستالاين بس فور short range orders اوكي انما بقى البيور كريستالين ماتريال لا ده ده بريوديك فور لونج رينج اوردرز يعني ايه لونج رينج اوردرز يعني انا لو بصيت في اكس واي وزد اوكي مسافات كده بعيده هلاقي ان الأتمز مترتبه ورا بعضها دي بنسميها كريستالين ستيت ماتيريالز دي تبقى فور لونج رينج ايه اوردر اوكي دي الكريستالين ستيت ماتيريالز انما البولي كريستالاين لا بيبقى كل جزء منها او كل حته بتبقى مترتبه في سيرتن دايركشن اوكي زي ما انتم شايفين كده السيليكون لما بعمل بعمل له اكستراكشن من الرمل بيبقى في صوره البولي كريستالاين بعد كده انا بعمل ايه انا بعمل له ميلتنج اوكي وبوصله للصوره ارفع درجه حراره قوي 1700 و... أوكي ووصلوا للصوره الكريستالين يعني هو بيوصل بيبقى بولي كريستالين بعد كده ايه كريستالين. احنا كل شغلنا ان شاء الله هيبقى على الكريستالين سيمي كوندكتورز يعني بيبقى ايه زي ما احنا شايفين كده تبقى الاتومز ان اوردر في 3 ايه في 3 دايمنشن اوكي تمام طيب الاتوم او الكريستالين ده اوكي يمكن خدتوا فكره عنها بيكون ما يعرف بالشبكه بقى انا يعني ما انا الاتومز دي يا جماعه بتتكرر في الاكس والواي والزد مترتبه ورا بعضها كده فبيكونوا ما يعرف باللاتس ستراكشر اللاتس ايه ستراكشر اللاتس ستراكشر ده اوكي بتبقى اتومز زي ما احنا قلنا كده عباره عن البريودك ستراكشر بتاع الاتوم زي ما بنسميه لاتس ستراكشر طيب لما حاجه بتتكرر مش بيبقى فيه وحده للتكرار ده يونت هي دي اللي بكررها وبتديني اللاست structure ده اه اليونت دي اسمها ايه يا جماعه اسمها يونت cell ايه اليونت سيل اوكي اللي هي بتتكرر وبتديني اللاست structure او الكريستالين ستراكشر في مثلا ايه السيمي كوندكتور هناخد الاليمنت السيمي كوندكتور اللي هم السيليكون والجرمانيوم الاثنين زي بعض اليونت سيل بتاعتهم اسمها ايه وشكلها ازاي اسمها ايه اسمها دايموند اسمها ايه اسمها ايه يا جماعه دايموند اه يبقى اسمها دايموند يبقى اليونت سيل في السيليكون والجرمانيوم اسمها دايموند هو ايه الدايموند ده يا دكتور الدايموند ده عباره عن كيوب كيوبيك ستراكشر الكيوب ده في كل كورنر فيه اتوم وفي كل فيس في السنتر اوف each فيس فيه اتوم لو انا سكت وكده وخلاص يبقى انا بتكلم عن يونت سيل اسمها ايه؟ تكتوه لو بتكلم عن كيوبيك ستراكشر والكيوب ده في كل كورنر فيه اتوم وفي السنتر في each فيس فيه اتوم يبقى ده ايه؟ Space Crystal Structure اسمه ايه؟ لا كنت انت مش انتوا خدتوا كريستلز؟ البيزك يونت سيل؟ بودي سنتر كيوب ايوه خدتوا السمبل كيوبك ستراكشر خدوا خدتوا البادي سنتر دي كيوبك ستراكشر خدتوا الفيس سنتر دي كيوبك فاللي انا بقوله ده فيس سنتر كيوبك ستراكشر يعني ايه؟ يعني يونت سيل فيها في كل كورنر اوف ذا كيوب في اتوم في كل في السنتر اوف في اتوم طب هل الدايمون ده اف سي لا مش اف سي هو جو اف زائد أربعة اتومز لو انتوا لاحظتوا انا كاتب أربعة ومن واحد لأربعة على اتومز الاتومز دي زيادة على الاف سي يعني كان الدايموند يونت سيل ما هي الا FCC سي زائد فور اكسترا اتومز اوكي 4 اكسترا اتومز طبعا الكيوب بيبقى كل الدايمنشنز ذا سيم اسمها لاتس كونستانت ايه ده اسمه لاتس كونستانت ايه وده معروف في كل ماتيريال يعني مثلا السيليكون اللاتس كونستانت بتاعه 5.43 انجستروم الانجستروم طبعا انتوا عارفين قد ايه من المتر الانجستروم قد ايه من المتر ممتاز يا اه كل شغلنا بالسان متر بعد كده يبقى بالنسبه للسان يبقى 10 بار نيجاتيف 8 طيب الاف سي سي نفكر بعضينا الاف سي سي كان فيه كم أتم the cube في كام اتوم انسايد ذا اي ذا كيوب في الاف سي سي كان في كام اتوم اربعه ممتاز طب يبقى كده الدايموند يونت سيل اوف ذا سيليكون اور جيرمانيوم اليونت سيل بتاعت سيليكون والجيرمانيوم هي الدايموند فيها كم فيها كم اتوم؟ الدايموند كده فيه كم اتوم؟ يونت سيل ثمانية ممتاز يبقى عندنا كده اليونت سيل اللي هي الفوليوم بتاعها اي كيوب مع الفوليوم بتاع الكيوب اي كيوب في 8 اتوم فكام اتوم في اليونت فوليوم اليونت فوليوم ديت اللي هي اوكي اليونت فوليوم اللي هي بتبقى 1 كيوبيك سنتيمتر واضح كده عشان اجيب العدد ده هعمل كروس ملتيبيليكيشن يبقى 8 في 1 على a كيوب لو عملناها كده بالكالكوليتر 8 على a كيوب والa 5.4 سم 5.43 انغستروم هنحول انغستروم لسمتر هيطلع العدد ده 5 تايم 10 باور 22 اتوم بير كيوب سمتر الاعداد دي بيسموها كونسنتريشن عدد بريونت فوليوم اسمه كونسنتريشن يبقى كده لما اجي اقول لك فايند ذا كونسنتريشن اوف ذا سيليكون اوكي تروح جايب لي ال8 على الفوليوم بتاع اليونت سيل يطلع لي كده عدد الاتومز بير كيوبيك ايه سنتيمتر ده اسمه ان سيليكون او الكونسنتريشن اوف سيليكون اتومز اوكي يا جماعه تخيلوا يعني الوحده او اليونت فوليوم بتاعي في 5 تايمز 10 باور 22 سيليكون اتومز كويس طب يا دكتور الاستراكشر ده جه ازاي الاتومز دي يعني متوصله بايه وعامله ازاي كل اتوم من الاربعه الزياده اللي انا كاتب عليهم ارقام دول متوصله بالاربعه اللي حواليها ببونز اللي هي مين بقى الكوفالنت بونز معنى كده الكوفالنت بونز اللي انا رسمتها لكم ديت 2 دي هي المفروض هي 3 دي ستراكشر كل اتوم من الاربعه الزياده دول متوصلين باربعه نيبرز زي ما انتم شايفين كده. الاربعه نيبرز دول لو انا وصلتهم وصلتهم يدوني شكل هرمي شكل الهرم بيسموه تترا هيدرال استراكشر. مش موضوعنا يعني بس اللي بيحصل ان انا عندي اف سي سي والاف سي سي دي جواها اربعه اتومز زي ما انتم شايفين كده. الاربعه اتومز دول موجودين جوه تترا هيدرال استراكشر الاشكال الهرميه ومتوصلين بالأربعة الأطراف بتاع الهرم ده أوكي وبي وبيكونوا الكوفيلان بونز طبعا أنا مش هطلب منكم إن أنتوا ترسموا الإيه 3 دي ستراكشر بتاع السيليكون لا إحنا اللي يهمنا بس ال 2 دي ستراكشر اللي هو ده اللي إحنا أوريدي رسمناه قبل كده اللي هي كل اتوم برسمها في صوره كور بوزيتيف 4 وحواليها اربعه الكترونز عايز ترسمهم نقط عايز ترسمهم نيجاتيف ساين اوكي وبتشير مع أربعة نيبرز كده والـ ده بريودك. تمام يا جماعة؟ وطبعًا نوع البوند دي قلنا دي بتبقى إيه؟ كوفيلنت بوند. طبعًا مفيش فري إلكترونز، أه مفيش الكلام ده قد إيه؟ زيرو كلفن فلما أجي أقول لك ترو أور فولس سيليكون، أوكي، ات زيرو كلفن إز أن انسليتور، ترو أور فولس؟ سيليكون اه طبعا طيب انا كل اللي انا قلته ده فور ذا elemental سيمي كوندكتور اللي هي مين المنتال اللي هي الايه السيليكون جيرماني لما اسالك اليونت سيل اسمها ايه فيهم تقول لي دايم عدد الاتومز فيها كام 8 تمام طيب بالنسبه للكومباوند هل الاستراكشر مختلف لا اليونت سيل برضه كيوب او كيوبيك اليونت سيل في الكومباوند كيوبيك بس يا دكتور في ده في نوعين من الاتومز مش 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 حاجه واحده. اه الاستراكشر على فكره بتاع اليونت سيل بتاع الكومباوند هو هو نفس الاستراكشر بتاع اليونت سيل بتاع السيليكون والجرماني يعني الاتومز بنفس الترتيب بس احنا اتفقنا ان هم التوتال نمبر uh, اللي هو النت نمبر اوف اتومز انسايد ذا كيوب ثمانيه. اربعه نوع من الاتومز واربعه النوع الثاني. متفقين؟ يبقى هو نفس الاستراكشر بس إيه؟ في تو تايبس أوف أتومز، مثلاً زي جاليوم أرزنايت، في أربعة جاليوم أتومز وأربعة أرزنايت. طب اليونت سيل اسمها برضو دايموند؟ لا، في حالة الكومباوند اسمها زنك بليند. يبقى في الكومباوند سيمي كوندكتور اليونت سيل اسمها يا جماعة؟ زنك بليند، زنك بليند. يبقى هي نفس ترتيب الاتوم زي الدايموند، بس الاختلاف إن هما إيه؟ نوعين يعني ايه يعني الاربعه اتومز اللي انا كاتب عليهم واحد اتنين تلاته اربعه دول هتلاقوا دول مثلا بفوليوم معين لان هما بيمثلوا اتوم معينه والاتومز الثانيه فوليوم تاني بيمثلوا اتوم ايه تايب تاني وهكذا وحتى الاي اللي هو الليتس كونستانت او الطول بتاع الكيوب ده مختلف اوكي شويه عن الايه الضعف عشان كده الكونسنتريشن هيطلع مختلف بس الكونسنتريشن اللي هيطلع ده نصه نوع من الاتومز والنص النوع الايه الثاني واضح كده يا جماعه طيب يا دكتور احنا دلوقتي لو انا جبت البيور سيليكون بقى اللي هو الاستراكشر ده يا جماعه اسمه ممكن اتسالكوا بيه اسمه بوند ستراكشر لما اقول لكم ارسموا البوند ستراكشر اللي هو ده البوند ستراكشر ده ما اي فري الكترونز ات زيرو كيلفن. طب لو احنا رفعنا درجه الحراره اوكي او مش رفعنا احنا عند 300 كيلف اللي هي بنسميها ده الديفولت بتاعنا ايه اللي بيحصل بقى بيحصل الكلام ده ايه اللي هو اللي بيحصل الكلام ده بصوا كده تلاقوا بوند اهي او تعالوا على الشكل ده اللي بيحصل ايه؟ تلاقي بوند اتكسرت اللي هي دي كده وبقى في الكترون عندي هنا فري بوند اتكسرت وبقى ليه الكترون فري ومكانه بقى مكانه فاضي المكان الفاضي ده بنسميه هول بنسميه يا جماعه هول تاني عند الثيرمال اوكي لو في ثيرمال انرجي لان انا الديفولت بتاعي ان انا 300 كلفن اللي هي 27 درجة يعني، ديجري كدجري، دي بيبقى عندنا بعض الثيرمال انرجي دي ممكن تكسر بعض البونز، فبتخلي فيه الكترونز فري، اوكي، ومكانها مكان فاضي، المكان الفاضي مكان مكان الالكترون ده اللي بقى فري اسمه هول، اسمه ايه؟ هول. طب يا دكتور هو المكان الفاضي ده هيفضل فاضي؟ لا، خلي بالك ان الكون كله دايناميك بمعنى ايه دايناميك؟ ان كل حاجة في حالة حركة حتى الالكترونز اللي احنا قلنا عليها كنا سميناها الالكترونز اللي موجودة في البونز يا جماعة كنت انا سميتها ايه قلت عليها اسمها ايه؟ اللي يعني هي عكس فري عكس فري ايه؟ عكس فري ايه؟ باوند الكترونز فري ده يقدر يتحرك باوند جاي من مربوط يعني فدلوقتي حتى الالكترونز اللي هي الباوند الكترونز دي المربوطه دي مش ستاتيك يعني مش ثابته لا ده بتفايبريت كده بتتحرك فممكن تفايبريت طاقتها تكون كافيه انها ما تبقاش اه ما تبقاش طبعا فري اه انما ممكن تفيل الهول دي ت... تحل محل المكان الفاضي ده تاخده الايه ياخده الالكترون اللي جنبه بس الالكترون ده هيسيب مكانه مكان ومكان فاضي يبقى المكان الفاضي اتحرك في انهي ده اتجاه يا جماعه كان المكان الفاضي ده اللي هي الهول اتحركت في انهي اتجاه <applause> أيها الناس. كويس ال إيه؟ تبقى كويس آه مش لازم مش مشكلة يعني أنا قصدي عكس يعني الإلكترون كان واقف في مكان راح أوكي بيفل الهول أو بيملى المكان الفاضي فكأني كأن الهول مشيت في عكس الاتجاه مش المكان بتاعه بقى فاضي بمعنى الالكترون اهو بصوا دي الالكترون اهو اتحرك يمين كده بيفيل الهول دي مش كاني بالظبط وهيسيب مكانه ايه هيسيب مكانه مكان فاضي والمكان اللي كان فيه الهول دوت خلاص بقى اتملى بالالكترون ده مش كان المكان الفاضي ده كانه هو اتحرك في الاوبوزيت دايركشن صح ولا ايه طب اقول لكم حاجه أنت لما بتكون قاعد أوكي في السكشن وجنبك مكان فاضي رحت اتنقلت من مكانك وقعدت في المكان الفاضي ده مش كأن المكان الفاضي ده هو اللي اتنقل في الأوبوزيت دايركشن صح ولا إيه؟ تمام صح طب هو المكان الأماكن الفاضية أو الهولز دي يا دكتور بتهمنا؟ أه تعرف إن الهولز دي ما انت اوكي انت خلي بالكو بصوا كده انت في السكشن او في المحاضره لما تيجي تقعد في البن... مثلا في البنش انت كده باوند ستودنت انت كده مربوط بالمحاضره انت مش فري بس لو كان مكان فاضي تقدر تتحرك نسبيا وتملى المكان الفاضي ده كان المكان الفاضي مشي في عكس الاتجاه يعني وجود المكان الفاضي سبب حركه صح ولا ايه؟ مش المكان الفاضي ده تسبب حركه انما لو البنش كله مليان هل ممكن يبقى فيه الحركه دي لا معنى كده وجود الاماكن الفاضيه ممكن تسبب حركه ومعنى الحركه يعني في كارنت كويس جدا طب والالكترونز اساسا انا كل ده انا بتكلم عن ايه عن عن الباوند الكترونز اللي هي موجوده لسه مرتبطه بس ليه في حركه نسبيه ممكن تعملها انما الفري الكترون ده حاجه ثانيه الفري الكترون ده خلاص ده ده يقدر يتحرك ده ده بقى زميلك اللي ما حضرش المحاضره ده زميلك اللي ما حضرش المحاضره اللي هو في الكوريدور بره عمال يتحرك رايح جاي يروح يشرب مش عارف شاي يعمل اللي هو عايزه فده قارنت برضو معنى كده ان احنا في شغلنا ان شاء الله في الالكترونكس يهمني حاجتين ايه هما الحاجتين دول واحد الفري الكترونز اثنين الهوز اللي هي الاماكن الفاضيه الاثنين دول يهموني طب يا دكتور انا يعني واحد يقول لي ايه بس انا استنتجت حاجه وانت بتتكلم دلوقتي اقول له يقول لي ما هو كل الكترون فري هيسيب مكانه فاضي مكان فاضي معنى كده ان عدد الالكترونز الفري بيساوي عدد الايه الهولز ممتاز صح طب الكونس احنا قلنا ما بنقولش اعداد كده احنا بنتكلم عن كونسنتريشنز ال concentration of electrons بنديله الـ A، symbol أو الرمز N. الـ concentration of photons B. Concentration of electrons ده concentration، يعني إيه concentration يا جماعة؟ عدد باليونت A، concentration. يونت فوليوم اليونت فوليوم اللي هو سنتيمتر حاجه ثانيه الالكترون نيجاتيف لو انت يا دكتور اتعاملت كده مع الهول وهتعتبره كانه بارتكل يعني ما هو بيسبب كارنت بيقدر يتحرك يبقى كاننا بنكونسيدر كانه ايه بوزيتيف ولا نيجاتيف الهول بوزيتيف طبعا لانه واضح انه هو حركته عكس تجاه حركه الالكترون طبعا لو الماتيريال بيور سيليكون او بيور سيمي كوندكتور واضح ان كل الكترون فري بيسيب مكانه ايه هول عشان كده الكونسنترشن اوف الكترونز ان ايكوال الكونسنترشن اوف هولز بي ايكوال رقم ثابت اسمه ان ان اي ان اي دي اي اي من كلمه intrinsic يعني ايه انترنسك دي انترنسك دي في علم الماتيريالز اللي هي البيور Pure Material. يعني صافيه ما فيهاش أي Impurities، ما فيش شوائب فيها خالص، دي بيسموها Intrinsic. طب الـ N والـ B متساويين في الانترنسيك Intrinsic Material أو Intrinsic Semiconductor وبيساوي NI. طب لو أنا أخدت السيليكون يا دكتور الـ NI دي قد إيه؟ 300 كلفن. ال ان اي ديت قيمتها 10 باور 10 واحده يقول لي هو ال 10 باور 10 ديت الكترونز فري و 10 باور 10 هول دي كده تسبب لي كارنت كبير حد يقدر يجاوبني يعني كده القيمه 10 باور 10 دي كبيره ولا صغيره آه مللي يقول 2 باور دي كبيرة ولا صغيرة؟ هو كبيرة ولا صغيرة دي نعرفها ازاي؟ لازم نقارن بإيه؟ لازم نقارن بحاجة تانية، طب أنا لسه كنا مطلعين رقم مهم جدا، الرقم ده أوكي؟ هو عبارة عن الـ concentration of silicon atoms حد فاكر الرقم ده كان قد ايه concentration بتاع السيليكون atoms بقى مش هنتكلمش عن الالكترونز ولا هولز الاتومز قد ايه في الكيوبيك سان حد فاكر <applause> نرجع اهو اهو 5 times 10 power 22 سيليكون آتوم Okay, 5 times 10 power 22 سيليكون آتوم هو مش كل سيليكون اتوم في الاوتر شيل في عندي اربع الكترونز؟ اه يبقى كم الكترون موجود افيلبل؟ كم الكترون موجود افيلبل يا جماعه؟ 4 تايمز 5 تايمز 10 باور 22 قد ايه منهم فري؟ 10 باور 10 الريشيو دي قد ايه؟ بصوا كده الريشيو دي قد ايه؟ الريشو دي تقريبا بزيرو يعني ايه تقريبا بزيرو؟ يعني تقريبا انت عندك متاح الكترونز كتير بس الفري منهم 300 كلفن 10 باور 10 بس عشان كده الريشو دي تنس تو زيرو صغيره قوي قوي وده السبب ان الماتيريالز دي عباره عن ايه؟ سيمي كوندكتور ماتيريالز ما اقدرش اقول عليها جود كوندكتور انتوا عارفين امتى نقول عليها جود كوندكتور لو كان عدد الالكترونز كبير 10 بار 20 مثلا 10 بار 9 ايه 19 18 كده انما 10 بار 10 ده ايه ده سمول سمول كونسنتريشن وبالتالي بنسيوم طبعا دي بتبقى ايه بتمثل لنا كده سيمي كوندكتور طب عايزين كده يعني برين ستورمنج كده ازاي ازود عدد الالكترونز الفري والهولز ما هم دول اللي بيسببه لما بحط فولتج دول اللي هيمشوا لي او هيدوني كارنت فانا عايز اخلي الكونسنتريشن ده كبير اعمل ايه؟ ازود temperature حلو جدا ممتاز قول لي الاي دي بتاعك انا لما بزود التمبريتشر بتسبب اني اه الاي دي الاي دي الاي دي يور اي دي 2339 20 بي 2339 20 بي 2339 تمام طبعا زميلكو قال صح طبعا قال ايه؟ قال انا لو انا اوكي كل ما تزيد كل ما يبقى في ثيرمال انرجي يبقى في بونس يحصل لها تبقى بروكن يبقى في فري الكترونز و اكتر بس ده معناه ايه بقى؟ هل ده معناه اوكي ان انا لما باجي اشغل اللابتوب بتاعي احطه فوق البوتجاز عشان يبقى فيه حراره ويبقى فيه كده الكترونز وهولز كتير الالكترونز وهولز دي بنقول عليها انا بقول عليها موبايل كاريرز تقدر تتحرك يعني هي شحنات اه نيجاتيف وبوزيتيف بس تقدر تتحرك بس عشان كده رفع الحراره مش هو الحل بالعكس ده احنا هنعرف ان الحراره بتسبب ديجراديشن في البيرفورمنس بتاع الالكترونيك ديفايسز احنا حتى من عاداتنا احنا لما عندنا لابتوب بنحاول نجيب له ايه حاجه كولر حاجه بتبرده صح بنجيب حاجه كده مروحه ومش عارف ايه عشان تبرد فاحنا كده او ن... او لما نيجي نشتغل نشتغل في في, في انفايرمنت اوكي درجه حراره قليله يبقى في اير كونديشن كده يعني يعني دي احنا بن... بنحاول نراعي الكلام ده عشان بيحصل ديجراديشن فعلا في البرفورمنس بتاع الايه بتاع الالكترونيك ديفايسز مع الحراره انما هي فكره ان انت ترفع درجه حراره الكاري الكاريرز تزيد الالكترونز اه طبعا وعلى فكره دي بنستغلها اوكي في بعض الابلكيشنز يعني لو انا عندي لما بقيس درجه الحراره في الافران بقيسها ازاي انا ممكن احط بيس اوف سيمي كوندكتور بس طبعا لازم يكون درجه الحراره دي اقل من الميلتنج ايه بوينت بتاعت السيليكون مثلا لو احط سيليكون اروح حاطط بيس اوف سيليكون كده السيليكون ده لما احطه كل ما درجه الحراره بتزيد كل ما الإلكترون هوز يزيدوا وبالتالي لو انا موصل البيس اوف سيليكون دي بسيركت اوكي وفي فولتج الكرنت هيزيد وبي فانا اقدر اعمل ريسكالينج بدل ما اقيس ميجر كارن باميتر لا ميجر ايه تمبريتشر دايت اوكي فدي ممكن استخدمها في ابلكيشن انما في الديفايسز بقى البروسيسورز والميموري والحاجات ديت الكونسبت ده ما ينفعش استعمله ده بالعكس ده البروسيسور انا بحط له ايه هيت سينك بحط مروحه بحط فان بحط فان وبحط هيت سينك عشان يبردوا وهو شغال امال ايه الحل الحل ان انا اعمل حاجه اسمها دوبينج دوبينج يعني ايه احنا قلنا السيليكون اهو بعمل له ميلتنج وهو ميلتد كده الصوره اللي هي الليكويد بعمل ايه بروح حاطط اكسترنال اتومز من جروب 3 اور جروب 5 الناس بتوع الماتيريالز زولو انت حطيت كده ايه امبيوريتيز شوائب انما دي بالنسبه لنا عباره عن ديزايرد دي امبيوريتيز احنا عايزينها عشان نقدر نزود بيها الالكترونز والايه يا جماعه والهولز طب الكلام ده بيحصل ازاي؟ تعالوا نشوف انا لو حطيت اتوم من جروب 5 اوكي وعلى فكره بتقعد materials بيسموا الماتيريال ديت اللي احنا بنحط فيها اكسترنال اتومز او سيمي كوندكتور بيسموه اكسترينسك ماتيريال اكسترينسك عكس الانترينسك intrinsic يعني pure extrinsic يعني في impurities من جروب 3 او جروب 5 لو انا حطيت اتومز من جروب 5 ايه اللي بيحصل خلينا هنا الاتوم من جروب 5 بتريبليس واحده من السيليكون اتوم في اللاست structure ده طب من جروب 5 ديت حواليها كم آه كم اتوم في الاوتر شيل آه ما حواليها كم الكترون في الاوتر شيل خمسه لما هي هتربليس سيليكون اتوم هتشارك باربعه في البونز ديت او البوندنج structure ده وهيبقى فيه الكترون خامس لقوا ان ات 300 كلفن الالكترون الخامس ده فري يعني الثيرمال انرجي دي كافيه انها تخلي الالكترون الفيفث الكترون ده فري اوكي عشان كده لما بحط الاتومز ديت دي يا جماعه وعندي في الاوتر شيل بتاعها خمسه الكترونز بتشير باربعه والخامس ده بيبقى فري يبقى كل ما بحط واحدة تديني الكترون فري لو حطيت 100 يدوني 100 الكترون فري لو حطيت 10 باور 16 يديني 10 باور 16 الكترون فري في الحالة دي التوتال نمبر اوف الكترونز الفري في السيمي كوندكتور قد ايه؟ حد عارف؟ لو انا عندي السيليكون اوريدي عندي اصلا بيديني 10 باور 10 300 كلب لما احط له اتومز من جروب 5 وبكونسنتريشن 10 باور 16 يبقى التوتال نمبر اوف فري الكترونز قد ايه حد عارف مم. حد عارف 10 باور 16 بلس 10 باور 10 يطلع كام ايوه الناس 10 بار 16 10 بار 10 تطلع كام؟ 10 بار 26 بجد موافقين على كلامه؟ موافقين ولا مش موافقين؟ 10 بار 10 10 بار 16 تطلع كم؟ اه بلس معلش افتكرتها تايمز معلش ايوه قطعه امبارس 16 معنى كده ايه؟ معنى كده انا اللي بقدر اكونترول عدد الفري الكترونز لما بحط كل ما احط اتومز من جروب 5 زياده كل ما عدد الفري الكترونز تزيد صح كده ولا ايه؟ اوكي عشان كده في النوع ده من انواع الماتيريالز العدد الكونسنتريشن اوف الكترونز بيبقى اكبر من الهولز فبيبتدي يبقى في حاجه اسمها majority carriers اللي هي الالكترونز وال اللي هي الايه؟ اللي هي عددها اقل او كونسنتريشن بتاعها اقل اللي هي الايه؟ الهولز. والاتومز اللي انا حطيتها من جروب 5 ديت بيسموها donors، ليه بيسموها donors؟ لانها بتدونيت الكترونز ولا ايه يا جماعه؟ مش كنا كل ما احط اتومز من جروب 5 بتدونيت الكترونز فبنسميها ايه بقى؟ بنسميها donors. اوكي؟ والماتيريال كلها على بعض اللي هي الدونر اتومز اللي انا حطيتها بكونسنتريشن ان دونر مع السيليكون او السيمي كوندكتور كل دي بيسموها كده ان تايب سبب في التسميه دي ايه ان تايب ماتيريال لان ابتدى فيها Concentration اوف الكترونز اللي هي ان اكبر من Concentration اوف هولز اللي هي ايه اللي هي بي طب حاجه بسرعه بسرعه كده وفي الحاله دي الدونر اتومز جوه السيمي كوندكتور اتحولت من اتوم نيوترال لايه؟ لايون ايه بقى؟ بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ والله ما مش هتكلم اللي ما انتوا تقولوا بقى اتحولت لايه؟ ايون بوزيتيف صح؟ طيب اللي انا قلته ده كله عايز اكرره بالنسبه لو حطيت اتومز من جروب 3 ايه اللي يحصل؟ حد يقدر يقول لي ايه اللي يحصل؟ بنفس اللي انا قلته كده وهساعة احط أتم من جروب 3 ايه اللي يحصل؟ لما احط اتومز من جروب 3 طيب في الاوتر شيل في كم أ... في كم الكترون في الاتوم ديت؟ ثلاثة فهي هتشارك هتحل محل سيليكون اتوم هتشارك بتلاتة الكترون ويبقى الرابطة الرابعة فاضية فاضية دي اللي بنسميها ايه؟ هول معنى كده ان كل اتوم من جروب 3 بحطها بتديني هول زيادة معنى كده ان الكونسنتريشن اوف هولز في الاتوم ديت في الماتيريالز ديت بقى اكبر من الكونسنتريشن of مين of الكترونز فعشان كده الماتيريال دي بنسميها ايه يا جماعه بي تايب طيب احنا اتفقنا برضو ان الهول ما بيفضلش كده المنطقه دي او المكان ده فاضي لا ممكن الكترون جنبه يملاه ويسيب مكانه هول فعشان كده كان الاتوم دي لما حطيتها عم بتاكسبت الكترون وده السبب اللي بيسموها ايه اكسبتورز يبقى هي ايه الاكسبتورز هي عبارة عن اتومز من جروب 3 طب ايه هي الدونرز اتوم من جروب 5 ايه البي تايب عبارة عن سيمي كوندكتور عامل له دوبينج باتومز من ايه من جروب 3 الان تايب هي عبارة عن سيمي كوندكتورز عامل له دوبينج باتومز من جروب ايه 5 اوكي تمام بدل ما نقول بقى ماجوريتي وماينوريتي ممكن نقولها بطريقه ثانيه ممكن اقول لك ايه؟ جيب لي الان ال جيب لي كونسنتريشن Concentration of Electrons the N في الان N تايب ماتيريال فأعمل N suffix N. أو جيب لي B in N تايب ماتيريال، بي suffix N. أو جيب لي N in B type ماتيريال، بي أو جيب لي B in B type ماتيريال، واضح إن هو لما يكون السبسكريبت أو suffix the same, نفس اللتر، بيبقى majority، مختلف يبقى دي minority. واضح اللي أنا بقوله يا جماعة؟ ولا إيه؟ في مشكلة؟ واضح اللي انا بقوله؟ اه تمام طيب. طبعا ساعات بنعمل ريبريزنتيشن تاني للبوند ستراكشر لل بالشكل الايه ده، يعني برسم الاوتر شيل اللي فيه اربعه الكترونز والاربعه نيبرز بيشاركوا بالاربعه زي ما احنا عملنا كده، اوكي ويبقى ده الاستراكشر، بس انا ده مش هطلب منكم رسمه، ده مجرد بس رسم بيوضح بس. قلنا لو حطينا اتوم من جروب 5 بتشارك باربعه والالكترون الخامس بيبقى فري وده السبب ان احنا بنسميه ان تايب ماتيريال عشان الكونسنتريشن اوف الكترونز ايه بقى اكبر والماتيريال نفسها الكونسنتريشن بتاعها اسمها دونرز بكونسنتريشن ان دي اللي هي بتتحول لايه لبوزيتيف ايونز جو طب هي بتتحول لبوزيتيف ايون تقدر تتحرك ولا متحركش تتحركش الدونر ايونز دي بتتحرك ولا لا ها الاتوم اللي لما حطيتها اتبقت ايون تتحرك تقدر تتحرك ولا لا 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 ليه عشان ما فيش عشان هي لا آه هو هي هي تشارج اه طبعا هي تشارج بس اي اتم لما تتحول لاين بتبقى تشارج اوكي بس الماس بتاعتها كبيره فبتقدرش تتحرك انما الالكترونز والهولز هم تشارجز بس موبايل يتحركوا بسهوله بالظبط زي الفرق بين الموبايل اللي انت بتحطه حضرتك معاك في جيبك وبين الفيكسد فون التليفون الفيكسد الثابت اللي موجود عندنا في البيت اوكي مع ان الاثنين نفس الايه بقدر استخدمهم زي بعض في المكالمات بس واحد يقدر يتحرك معاك والتاني لا ثابت مرتبط بالاسلاك اللي موجوده او الشبكه طيب نفس الكلام برضو الاكسبتورز لما بحطها جوه السيمي كوندكتور اوريدي بتاكسبت الكترونز فبتتحول لنيجاتيف ايه عام برضو دي ايه فيكسد ما بتتحركش انما الهولز كتير قوي هي دي اللي بتتحرك وبتديني ايه بتديني كارت ماشي كلام كويس احنا بقى كده قدرنا نزود الالكترونز عن طريق الدونرز او الهولز عن طريق الاكسبتورز فدول طريقتين بقدر ازود بيهم الايه الكونسنتريشن نيجي بقى للبروبلمز هو انت يا دكتور احنا طب دلوقتي الـ Concent... احنا لما حطينا دونرز وحطينا اكسبتورز الكونسنتريشن اتغير سواء زاد الإلكترون زادت او الهولز زاد. نبتدي نطلع النيو فاليو اوف اوف كونسنتريشن اوف الكترونز اند ازاي انا عندي كده ال N وال B دول مجهولين تو انونز يبقى محتاج تو ريليشنز ايه هما؟ اول ريليشن مهمه جدا بالنسبه لنا اسمها الماس اكشن لو ايه الماس اكشن لو؟ ده بيقول لك طالما انت التاثير الوحيد اللي موجود عندك الحراره يبقى حاصل ضرب الكونسنتريشن of الكترونز في الكونسنتريشن of هولز بيبقى فاليو ثابته ايكوال ان اي سكوير الريليشن دي مهمه جدا الريليشن دي بتقول ان حاصل ضرب الكونسنتريشن اوف الكترونز في الكونسنتريشن اوف هولز اوكي ودي ليها اثبات طبعا بس طبعا يعني ما يهمناش ان احنا ندخل فيه. لو انا ضربت ان في البي لاي ماتيريال بقى المفروض يطلع ان اي ادي دي واحده. طب الريليشن الثانيه دي احنا عارفينها ازاي يا دكتور؟ تعالوا ناخد اكزامبل عشان برضو نطبق عليه. لو انا عندي سيليكون الكنسنتريشن بتاعه في حاله البيور بيبقى ان اي طبعا بس انا قلنا هنحط له دونرز بكونسنتريشن معين ان دي هو دلوقتي يا جماعه الاتومز بتاعت السيليكون مش كانت نيوترال؟ اه نتيجه الحراره ابتدت بعض الالكترونز تبقى فري وبيبقى فيه سي باي تمام طب لما انا حطيت دونرز الدونر دي اتومز نيوترال لما دخلت جوه السيمي كوندكتور اتحولت لايه؟ لاينز بوزيتيف وادتني الكترونز فالماتيريال كلها على بعض اللي هي في الحاله دي ان تايب ماتيريال لازم تكون ايه يا جماعه ايه؟ نيوترال صح ولا ايه؟ متفقين معايا ولا ايه؟ السيليكون كان نيوترال الدونر اتومز نيوترال لما دخلتها جوه تحولت لبوزيتيف ايون يبقى الماتيريال كلها على بعض لازم تكون نيوترال يعني ايه نيوترال ماتيريال؟ يعني النيوتراليتي كونديشن لازم يبقى ابلايد يعني البوزيتيف تشارج لازم تساوي النيجاتيف طب ايه اللي بيمثل لي بوزيتيف تشارج جوه الماتيريال ان تايب سيمي كوندكتور ايه البوزيتيف تشارجز يا جماعه واحد هيقول لي الهولز صح اللي هي البي ان ممتاز واحد هيقول لي الدونر ايونز اللي هي عددها ايكوال نفس عدد الدونر اتومز طب ايه الالكترونز اللي بتمثل النيجاتيف تشارج حد عارف ايه النيجاتيف تشارج الالكترونز في حاجه تانية نيجاتيف في حاجه تانية نيجاتيف يا جماعه لا انا عندي كده تو ريليشنز في تو انونز ايه هم الانونز اللي هي البي في ال N type material اللي هو الاكزامبل بتاعنا وال N في ال N type material نحل نعوض من واحد في اتنين ونحل فور ذا ماجورتي يعني انا اطلع N N يعني فا اوكي فيطلع لي second quadratic relation اهي يبقى ال N N equal N D plus square root N D squared plus 4 N I squared على اتنين كل ده على اتنين معنى كده ايه معنى كده لو انا عندي ان دي قيمتها كبيره قوي بالنسبه لان اي اقدر نجلكت ان اي ديت او 4 ان اي سكوير ويبقى ان دي عندي, عندي سكوير روت ان دي سكوير ان دي زائد ان دي بقى 2 ان دي على 2 ان دي وده اللي احنا استنتجناه واللي زميلكم قال لما قلت له 10 باور 16 10 باور 10 قد ايه قال لي 10 باور 16 معنى كده فعلا اللي انا حليته ده هو الاكزاكت انما لو انا اوكي في بروبلم واوريدي كنت مديك ان دي قيمتها عشان كده لما نيجي نحل مش هنعمل كل اللي انا عامله تحت ده امال هنحل ازاي هتيجي تقول لي كده بصوا تقول له تقول لي تقول لي انت مديني جيفن هديك جيفن طبعا ان دي فتقول لي ان دي اكبر بكتير جدا من ان اي بتاعه السيمي كوندكتور يبقى من حقي اقول دايركت ان الماجورتي اللي هي ان ان ايكوال دايركت ان دي نفس العدد يعني او نفس الكونسنتريشن ما هو ان دي ده عدد فبتقول مثلا 10 باور 16 يبقى ان ان ايكوال 10 باور 16 طب اجيب بي ان ازاي من الماس اكشن لو البي ان في ال ان إيكول ان ايكوال ان اي سكوير يبقى بي ان ايكوال ان اي سكوير على ان ان اللي هي كام اللي هي ان دي واضح يا جماعه طب لو عندي بي تايب بقى نفس الكلام هتقول لي كده هتقول لي اوكي لو ان ايه اكبر بكتير جدا من ان اي من حقك تقول ان الماجورتي اللي هي بي بي ايكوال ان اي طب والماينورتي اجيبها ازاي من الماس اكشن لو اللي هو ايه بقى اللي هو ال ان بي ايكوال ان اي سكوير على البي بي اللي هو البي بي اللي هي ايه ان اي واضح فهمتوا دي ولا في حد مش فاهم حاجه مش فاهمها يبقى الكلام اللي تحت ده مش هنعمله هنعمل زي اللي فوق اللي هو ايه ولا اقول لكم تعالوا نحل دي؟ م. انا مديكوا كده جيفن ايه؟ بصوا كبروبلم هديكم ده جيفن واديكم ايه تاني جيفن؟ هديكم الداتا دي جيفن ها مين اللي يحل بقى يقول لي؟ اول حاجه الماتيريال دي ان طيب ولا بي طيب؟ ان طيب انا اوريدي اصلا مديها لكم ان طيب طيب يبقى على طول طالما هتقول لي كده ال دي هتقولي كده ان دي اكبر بكتير جدا من ان اي اللي انت مديه لي جيفن انا مديك ان اي ونص في 10 باور 10 يبقى ايه اللي هيحصل يا جماعه طالما دي اكبر بكتير من جدا من دي ايه اللي هيحصل الن دي ايكوال ال ممتاز اوكي وبعد كده طب واجيب الماينوريتي ازاي من الماس اكشن لو اللي هو ايه ان الماينورتي بي ان في ال ان اللي هي ان دي ايكوال ان اي سكوير يبقى بي ان ايكوال ان اي على ان دي طلعت كام 2.25 تايمز N باور 3 قليله فعشان كده الماجورتي هي الالكترونز والماينورتي هي الايه هي الهو اوكي بروبلمز بسيطه خالص اوكي بروبلمز ايه بسيطه خالص طيب دي انا اديها لكم كدة ما اديتهاش لزمايلكم اللي نفس البروبلم دي بس هحط بقى دونرز واكسبترز الاثنين فكروا فيها عايزين برضو فايند الماينوريتي الماجوريتي and minority. اوكي okay. دي تفكروا فيها هناخد اوكي okay. بريك شوية اتفضل ال ال يعني في ال problem دي حاجة برضه تبقى مدي ال اشتغل بنفس ال NI اه 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 اشتغل بنفس ال NI خدي اه هدي بالك خدي تمبورتين على طول ماشي اوكي آه احنا كده اللي عملناه احنا اتعرفنا يعني ايه ان تايب سيمي كوندكتور ويعني ايه بي تايب سيمي كوندكتور يعني ايه الماجوريتي كاريرز الماينوريتي الدونرز الاكسبتورز اوكي وقدرنا نجيب الكونسنتريشن بتاع الكارير سواء اكزاكت عن طريق الماس اكشن لو نيوتراलिटी كونديشن او ابروكسيميت لو احنا الدوبينج كونسنتريشن اللي هي ان دي او ان اي كانوا كبار قوي بالنسبة لـ n أقدر أستخدم الابروكسيميشن اللي إحنا عملناه ضعيف. نيجي بقى لآخر تو سلايدز عندنا اللي هما موفمنت أوف كاريرز. ما إحنا الهدف في الآخر إيه؟ أنا عايز كونسنتريشن كبير للكاريرز عشان لما تيجي تتحرك تدي كارنت كبير. طب إيه هو الكارنت ده؟ هو ده اللي هنتكلم عنه إن شاء الله. أوكي؟ اديكم بريك كده آه شوية. احنا يعني ممكن نقول اوكي عشر دقايق الساعة تسعة وعشر دقايق تسعة وتلت نبدأ ندي التو دول لأن دي هنتكلم فيهم شوية. أوكي يا جماعة؟ طبعا. السلام عليكم معايا تمام احنا دلوقتي بنتكلم عن ايه بقى هنتكلم عن اوكي الكارنت احنا مينلي في السيمي كوندكتورز بيبقى عندنا نوعين من الحركه موفمنت اوف كاريرز حاجه اسمها دريفت موشن اوكي ودي عشان تكون موجودة لازم يكون في إلكتريك فيلد طب والإلكتريك فيلد يا دكتور ده هيجي منين؟ هيجي من فولتج أنت حاطه يعني أنت لو عندك سيمي كوندكتور زي ما إحنا اتفقنا أوكي سيليكون ورحت حاطط فولتج باتري حاططها فولتج فإلكتريك فيلد بيجي من البوستيف للنيجاتيف فهلاقي الإلكترونز كده الإلكتريك فيلد ده هيبقى كده يدي فورس الفورس دي بتخلي الإلكترونز تتحرك عكس الالكتريك فيلد يعني من النيجاتيف تروح للبوزيتيف والهولز تبقى مع الالكتريك فيلد من البوزيتيف للنيجاتيف طالما في حركه يبقى في كارنت احنا هنشتغل او هنتعامل من مع الكرنت ديستي الكرنت ديستي اللي هو ايه اللي هو بيبقى التوتال كارنت على الكروس سكشن اريا فالكرنت ديستي بتاع الهولز عشان هي بوزيتيف ان ذا سيم دايركشن اوف موشن اوف هولز جي بي current density اوف الكترونز دي مهمه قوي current density اوف الكترونز الدايركشن بتاعه عكس حركه الالكترونز حد يعرف ليه يعني الالكترونز بتحرك من النيجاتيف للبوزيتيف انما الكرنت مع اتجاه الالكتريك فيلد اوكي رايت عكس الالكترون ليه ليه اقول لكم انا هي فاكرين في اغنيه كده من غير ليه هي من غير ليه ليه بقى <applause> هو الناس اتفقت حاجه اسمها conventional direction of the current عموما لما ييجوا يقولوا current current ده فيكتور اتجاهه فين زمان كانوا بيقولوا اتجاهه هو اتجاه حركه الالكترون بعد كده سنه 50 حاجه 50 غيروا الكلام ده وابتدى conventional direction يبقى هو اتجاه حركة ال positive طب الالكترونز يا دكتور نيجاتيف يبقى الكرن بتاعها عكسها اتجاه current due to the motion of electrons عكس direction of a of this motion يعني لو الالكترونز بتحرك في اتجاه الكرن due to the motion of electrons العكس واضح يا جماعة؟ يبقى كده current due to the motion of electrons والكرن due to the motion of holes in the same direction يعني انا اقدر اجمعهم يا دكتور اه يبقى J توتال ايكوال جي ان بلس جي بي ديت اسمها دريفت كارنت ليه دريفت كارنت احنا اتفقنا ان الالكترونز والهولز كل ده كان بيتحرك بس حركه عشوائيه راندم لما حطيت voltage خلت الدايركشن يتوحد فالالكترون تمشي في اتجاه والهولز تمشي في اتجاه هو ده الدريفت موشن بقى واللي بسببها سببت كارنت طب الكارنت ده نعرف نجيب الإكسبريشن؟ آه معروف الإكسبريشن بتاعه أوكي الجي أن إيكوال نيجاتيف كيو اللي هي شحنة الإلكترونز في أن هي أن ديت الكونسنتريشن أوف إلكترونز في سرعة الإلكترونز اسمها دريفت فيلوسيتي أوف إلكترونز VDN والجي بي كيو بي VDB طب وش معنى كده يا دكتور؟ تعالوا نبص كده احنا الكرنت بصوا كده على دي الكرنت ان جنرال هو دي كيو باي دي تي معروف يعني اتشارج على time لو قسمت على الاريا يبقى كده بتكلم عن j طب هل اليونتس عندي هنا اللي هي واحد على اريا في كيو على تي هو دي اليونتس بتاعت الريليشن دي اه تعال نبص الكيو دي تشارج في ان الـ ال N دي عدد بر فوليوم في تشارج يبقى كده عندي تشارج بر فوليوم يبقى تشارج على فوليوم لما بضرب في السرعة اتحولت ايه يا جماعة التشارج على الفوليوم دي في السرعة اليونت بتاعت السرعة ايه؟ اليونت بتاعت الـ ايه؟ مسافة على تايم فلما بضرب التشارج على فوليوم في مسافة على تايم يديني تشارج على اريا على تايم ما هي دي فعلا اللي هي الجي ما اللي جي الجي هي يونتس بتاعت تشارج على تايم على اريا فعلا فدي الاكسبريشن بتاع الدريفت ايه دريفت, دريفت كار density اللي هي ان و جي ان وجي بي هنقف لغايه كده بس لا طب في حد يقول لي ليه في نيجاتيف ساين هنا موجوده لان يعني شحنه الالكترون نيجاتيف طيب الدريفت فيلوستي دي ليها اكسبريشن معروف ومهم قوي الدريفت فيلوستي بتساوي some parameter اسمه ميو ان اسمه موبيليتي يبقى اسمه موبيليتي في الالكتريك فيلد طب واحنا حاطين نيجاتيف ليه يا دكتور لان سرعه او اتجاه حركه الالكترونز بتبقى عكس الالكتريك فيلد يبقى فيه نيجاتيف ساين فالسرعه الدريفت فيلوستي بتساوي نيجاتيف الموبيلتي في الالكتريك فيلد كلام كويس يبقى الميو دي اسمها ايه ايه الموبيلتي الموبيلتي دي بارامتر مهم قوي قوي لما اتنين يتسابقوا مع بعض اوكي مع بعض فبقول ايه الشخص ده الموبيلتي بتاعته اعلى من ده معنى كده ايه معنى كده لو انا ده طاقه وده طاقه ده هيتحرك بسرعه اكتر من التاني وده برضه الفرق على فكره انا اسالكم سؤال واللي هيجاوبني عليه هحط الدرجه له درجه هو لو انا عندي انا عندي الالكترونز الفري وعندي الهولز تعتقد الموبيليتي بتاعت الاثنين ايكوال ولا مختلفين عن بعض الموبيلتي دي ببساطة لو حطيت بطارية معينة هتدي الكتريك فيلد، الالكتريك فيلد ده يسبب يخلي الالكترونز تتحرك بسرعة زي الهولز ولا أسرع ولا أقل؟ من سرعة الهولز يعني لو نفس الالكتريك فيلد أبلايت مين اللي هيتحرك أكتر بسرعة أكبر الالكترونز ولا الهولز؟ وأنا قصدي بالالكترونز هنا الفري الكترونز الالكترونز هتتحرك اسرع طبعا اه احنا قلنا الهولز دي خليها كده زي ما احنا قلنا كده زي الكرسي الفاضي في بنش انتوا قاعدين فيه فانتوا بتتحركوا اوكي عشان تملوه بحركه نسبيه بسيطه انما الفري الكترون الشخص زميلكم اللي موجود اللي مش في المدرج اصلا ده بيتحرك براحته اوكي فالفري الكترونز بتتحرك في مكان كانه فري او مفتوح إنما الهولز كأنها حركة بتعبر عن حركة الإلكترونز اللي نسميناها bound electrons اللي هي حركتها محدودة ففعلاً mobility of electrons أكبر من mobility of A of holes بقى بعني drift velocity في relations فيطلع لنا في الآخر jn ايكوال q في n في mu n في electric field والجي بي ايكوال q بي في mu b في electric field واضح كده أن الجي ان والجي بي in the same direction of the electric field وفي هنا ال Qn mu n وال Qb mu b اسمهم ايه بقى دول احنا عارفين Qn mu n اسمها conductivity of electrons sigma n و Qb mu b اسمها conductivity of holes sigma b conductivity ده parameter مهم قوي ده بيعبر عن ال conduction يبقى واضح كده زي ما احنا عارفين إن كل عشان أخلي الكوندكتيفيتي سيجما إن وسيجما بي كبار عندي بتا... السيجما فيها كذا بارامتر فيها إيه؟ الكيود دي تشارج دي ثابت إلكترون تشارج دي قيمة ثابتة الموبيلتي والإن أو البي أو الموبيلتي والبي فواضح إن الكونكتيفيتي أقدر أزودها لو زودت الكونسنتريشن أو زودت الإيه؟ قيمة الموبيلتي عشان كده تلاقيه يقول لكم ايه الكرنت الدريفت كارنت او الكرنت الناتج عن حركه الالكترونز لو قيمتهم او كونسنتريشن بتاعهم متساوي فالكرنت الناتج عن حركه الالكترونز اكبر من الكرنت الناتج عن مين عن الهو وده السبب اللي ان شاء الله بعد كده لما نيجي ناخد بقى الـ devices زي الترانزستورز هقول لكم هرجع هرجع تاني اقول لكم خلي بالكم بصوا الترانزستورز اللي بتعتمد في الكرنت بتاعها على حركه الالكترونز افضل لانه قيمة اكبر واسرع طيب احنا قلنا التوتال كارنت اقدر اجمع جي ان وجي بي الاثنين كفيكتور في الاتجاه فمعنى كده ان التوتال كارنت ببساطه اهو هو سيجما توتال الالكتريك فيلد حد يعرف يقول لي بقى سيجما توتال دي هي ايه هي سيجما ان بلس سيجما بي هي كيو ان دي سيجما توتال هي كيو ان ميو ان زائد كيو بي ميو بي واضح كده لو انا قلت لك في بروبلم احسب لك الكوندكتيفيتي يبقى لازم تجيب الاول الان لازم تجيب الاول البي انا طبعا بديك الموبيليتي جيفن فممكن اديك بروبلم كبيره شويه تجيب الاول الان والبي وبعد كده تجيب الكوندكتيفيتي او تجيب المقاومه ريزيستنس ويا دكتور دي يجيبها ازاي؟ ما هي الريزستنس رو ال على ايه؟ ال ال هتبقى معروفه عندك ال -A عندك الرو بجيبها ازاي؟ انتوا عارفين الرو اسمها ايه يا جماعه؟ الرو اللي هي ايه؟ ريزستيفيتي اه اللي واحد على الكوندكتيفيتي اوكي يبقى اقدر آه اقول اجيب الار هي الرو ال على ايه؟ اور ال على سيجما ايه؟ طيب تعرفوا ان الريليشنز بتاعت الكارنت اللي احنا طلعناها دي هي اومز لو حد فاكر اومز لو اللي هو الاي ايكوال في على ار اه ما فعلا ما هو مش الجي بتساوي الجي بتساوي سيجما في الاي e. السيجما اقدر اشيلها هنا من القانون بتاع المقاومه واحطها ال على ار في اي الالكتريك فيلد في اللينث يديك فولتج والجي في الاريا تديك اي آه. يبقى الاي بتساوي في على ار اللي هو اومز لو وده اللي انتوا خدتوه قبل كده فمعنى كده ان الدريفت كارنت اللي هو اول انواع الكرنز بينتج عن وجود نتيجه وجود الكتريك فيلد نتيجه فولتج ابلايد بيخلي الالكترونز والهولز بيتحركوا وبيسبب لي في الاخر كارنت حركته او اتجاهه هو نفس اتجاه الالكتريك فيلد اوكي زي ما احنا شفنا كده. طبعا زي ما احنا كنا قلنا قبل كده في الابلكيشنز بتاعت السيمي كوندكتور ان ده مقاومته او الريزستيفيتي او الريزستنس بتقل مع الايه؟ واضح ان كل ما ال N وال B او الكونسنتريشن بتاع الالكترونز والهولز بيزيد الكارن المقاومه بتقل اوكي لان الكوندكتيفيتي احنا قلنا ايه بتزيد ده كده النوع الاولاني فالنوع الاولاني اللي يهمنا فيه الريليشن بتاع الكوندكتيفيتي الريليشن في الاخر ان كل current اللي هم دول كل اللي يهمهم ال current Jn equal sigma n في ال electric field و Jb equal sigma b في ال electric field where sigma n equal Qn mu n sigma b Qb mu b طبعا انا بديك given mu n و mu b النوع الثاني من انواع ال currents اسمه diffusion currents وده ملوش علاقه خالص بال electric field امال ليه علاقه بايه دول؟ ليه علاقه relation بالconcentration gradient يعني ايه الconcentration gradient؟ يعني السيمي كوندكتور في كل شغلنا قبل كده بنأسيوم ان الكاريرز الدستريبيوشن بتاعها هوموجينيوس يعني ايه يعني يونيفورملي ديستريبيوتد في كل بوزيشن نفس الكونسنتريشن انما ممكن يحصل ان الاقي في بوزيشن الكونسنتريشن فيه اعلى من بوزيشن تاني زي الشكل اللي قدامكم ده على اليمين الان اعلى من على الشمال اوكي ونفس الشكل رسمه برضه للهوز. طب لو ده حصل ايه اللي بيحصل؟ زي اي عمليه ديفيوجن انتو كنتوا خدتوا لما بقول لكم ايه نقطه انك انك بوينت كده نقطه حبر حطيتها في كوبايه فيها مثلا ميه هيحصل انتشار ديفيوجن. البارتكلز بتاعت الرمل بنحطها فوق بعض كده البارتكلز تتحرك من اعلى للاقل البريشر من اعلى للاقل التمبريتشر اند سو اون فالديفيوجن بروسس موجوده. طب في السيمي كوندكتورز سنأخذ الrelation direct Jn diffusion equal q في coefficient كده اسمه diffusion coefficient dn أو dn في concentration gradient يعني ايه في dn by dx هو dn by dx هنا جماعة السلوك ده positive ولا negative السلوب ده بوزيتيف ولا negative؟ بوزيتيف اه انت قولي الاي دي بتاعك نسيت اقول اتفضل 20 في 3 تمام اوكي عشان كده الاسلوب ده بوزيتيف فالجي ان الناتجه هنا من الريليشن واضح ان الجي ان كفيكتور ان ذا بوزيتيف دايركشن اوف اكس طب الكلام ده لو احنا شرحناها هيطلع صح؟ الاتجاه صح؟ تعال طيب نبص. المفروض الالكترونز تيجي من الاتجاه الاعلى او من الكونسنتريشن الاعلى اقل يعني عاك تمشي عكس اكس. فالكرم بتاعها هيمشي عكسها يبقى يمشي مع اكس، طب ما فعلا الريليشن بتقول كده ان الجي ان بوزيتيف. عشان كده الديفيوجن ريليشنز على طول هي الساين بتاعتها هي ده الدايركشن، لو طلع بوزيتيف ساين يبقى ان بوزيتيف دايركشن اوف اكس. لو طلع نيجاتيف يبقى ان نيجاتيف دايركشن اوف اكس. وده السبب برضو إن أنا لما حطينا إكسبريشن للديفيوجن بتاع الهولز حطينا فيه نيجاتيف ساين، حد يعرف يقول لي ليه؟ لازم تخلي بالك إن تكونسيدر النيجاتيف ساين دي وإنت بتجيب الديفيوجن كارنت أوف هولز، ليه؟ لأن آه الأسلوب هنا إيه؟ برضه بوزيتيف، ده دي بي باي دي إكس بوزيتيف، بس الكارنت واضح كده لو احنا شفنا ان الكرنت هيبقى ماشي مع الهولز يعني إن ذا دايركشن اوف اكس فالمفروض يبقى فعلا في الريليشن بتاع الديفيوجن كرنت اوف ذا هول يبقى في نيجاتيف ساين اوكي عشان يبقى كده ايه الدايركشن ال ال صح فخلي بالكم هتحفظوا الديفيوجن كرنت بتاع الالكترونز والهولز كل حاجه بالساين بتاعتها طب لو انا فرضت ان السيمي كوندكتور بتاعنا بقى فيه كونسنتريشن جريدينت يعني فيه دي ان باي دي اكس او دي بي باي دي اكس وفيه كمان applied electric field يبقى في two components of the current يعني يبقى فيه drift current وفي diffusion current هما vectors وحضرات جامعة عادي خالص يبقى jp equal qp mu p في ال electric field زائد ال diffusion current of the holes اللي هو negative q dp dp by dx طبعا dp و dn دي diffusion coefficients انا بدي لك جيبن jn equal aqn mu n دي اللي هي sigma n في الالكتريك فيلد بلس كيو دي ان دي ان باي دي اكس وطبعا كيو ميو بي بي اللي هي بي وطبعا التوتال كارنت بتجمع كله دي فيكتورز عادي اينشتاين بقى لقى ان في ريليشن بين الكوفيشن بتاع الديفيوجن اللي هو دي ان والدي بي وبين الموبيليتي لقى ان الريشيو بينهم الدي ان على ميو ان او دي بي على ميو ان بتساوي حاجه ثابته اسمها كي تي كي تي على كيو اف كي تي على كيو لو عوضنا بالكي ده اسمه بولتزمان كونستنت تي تمبريتشر بالكلفن والكيو للتشارج لو عوضنا هنلاقي ان اليونت فولتج غريبه قوي اليونت فولتج بس مش فولتج مش ميجرد فولتج امال ده ايه ده فولتج ناتج نتيجه اليونتس فانكشن في الحراره فسموه ثيرمال فولتج وادوا له رمز في تي يبقى كي في تي على كيو اسمها ثيرمال فولتج ده Parameter بيتغير بس مع الحرارة قيمته عند 300 كلفن 25.9 ملي فولت ودي هنحفظها هنعرفها يعني الريشيو كده فأنا ممكن في الامتحان أضحك عليك أديك الموبيلتي جيفن والبروبلم أصلا تكون ديفيوجن كارنت فأنت مش محتاج الموبيلتي أنت محتاج الديفيوجن كوفيشن فتقدر تجيبه من انيشاين ريليشن اللي هي دي على الميو ايكوال في تي اللي هي 25.9 ملي فولت خلي بالك ده ملي فولت فلما تيجي تعوض تعوض تضرب في 10 باور نيجاتيف 3 عشان يبقى فولت انا ان شاء الله المحاضره الجايه هبتدي برضو بالكرنت الموفمنت او الكرنتس هراجع عليها تاني لانها مهمه اوكي وهما دول النوعين الحركه او الكرنتس اللي موجوده في السيمي كوندكتورز اللي هتفهمنا شويه اوكي واحنا بنتكلم في الديفايسز الترانزستورز او الدايت تفهمنا بس الايه؟ الايه؟ الكونسبت اوف اوبريشن هو شغال ازاي؟ هنفهم من ايه؟ من الكرنس اللي موجوده او الكرنس اللي احنا اتكلمنا عنها. حد ليه سؤال في المحاضره النهارده؟ هم. اي سؤال؟ ماشي اوكي يا جماعة طبعا بشكركم النهاردة ومحاضراتكم ظريفة يعني على عدد قليل في المحاضرة بتاعتكم ظريفة انتوا كنتوا هو مش من المحاضرة اه اتفضل هو انا دلوقتي انا جروب 1 بس انا عندي كلاش في المواعيد فينفع احضر معاكم ستوب ريكوردينج اهو خلاص نستوب ريكوردينج